تمثل ولاية تيزي أوزو صنع الاستثناء للعام السابع على التوالي، حيث احتلت نتائج البكالوريا بنسبة نجاح فاقت 82%. افتكاك الولاية للمرتبة الأولى يعود حسب التلاميذ والأساتذة إلى الاجتهاد وحرص الأولياء على التعليم، إضافة إلى الأجواء العائلية التي تميز العام الدراسي. للمرة السابعة على التوالي ولاية تيزي وزو تحتل الصدارة في نتائج شهادة البكالوريا، حيث بلغ معدل المتفوقين 1.82% ليصل عدد الناجحين إلى أزيد من 10,000 تلميذ من أصل 14,700 من التلاميذ المقبلين على امتحانات شهادة البكالوريا خلال شهر جوان المنصرم. وقد عادت المرتبة الأولى للتلميذة بسطي ونسرين شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.69، فيما عادت المرتبة الثانية للتلميذة شافعي تنهينان شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.69، لتصنع بذلك هذه النتائج مرة أخرى فرحة لا توصف وأجواء بهيجة في مختلف الثانويات فور الإعلان على النتائج. حتى على الباك ما تقدرش تمسحها غير وحدة في الحياة اللي كاينة. صافا فرحة جوغ لي زيفور لي بروف وروحنا بور يان سيرتو مدام سعدي وكل مدام كيتوس فريمون عاونانا بزاف فوكوز نصف رحيمة ولنا لي زامي تو. ما هو السر الذي جعل من ولاية المرتبة الأولى في مختلف الامتحانات؟ لغز لطالما حير الكثيرين، حاولنا فك اللغز بتوجيه السؤال للتلاميذ والأولياء وكذا الأساتذة، حيث قالوا زي وزود كلاسي توجور بريمير أكوز دي بارون واقفين مع لي زيلاف وعندهم من مونتاليتي كاع واقفين مع أولادهم باش يربحوهم بكري. تيزي وزو معروفة لا ريوشيت باينة لي بارون توجور إيش دون أفون باش يربحوا ولادهم. لو ستاف ادمنستراتيف اوني توجور افيك لي زيليف. تكاثف وتنسيق الجهود بين التلاميذ واوليائهم وكذا الاسره التربويه اكيد هي السر الذي